السلام عليكم وأهلا بكم. هنبدأ مع بعض شرح منهج تالتة ابتدائي الترم الأول 2025 من كتاب بيت باي بيت. الترم الأول 2025 المنهج سهل وبسيط وجميل. هناخد مع بعض درس درس، وبعد كل درس في مجموعة من التدريبات، وبعد نهاية كل وحدة في مجموعة من الامتحانات. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، وهتلاقوا رابط صفحة القناة موجود في لمحة وموجود في صندوق الوصف، عليها أهم التدريبات وأهم الأسئلة. ونبدأ مع بعض. الكتاب بيتكون من ثلاث أجزاء. Part 1 الجزء الأول Revision on Primary 2 هو مراجعة على سنة تانية ابتدائي، ثم Part 2 الجزء الثاني هو المنهج، ده منهج سنة ثالثة ابتدائي. الجزء الثاني مقسمين المنهج ل 6 units، 6 وحدات، كل 3 وحدات في موضوع. Theme 1 الموضوع الأول Who am I؟ من أكون. Unit 1 I feel happy، أشعر أني سعيد. ده بالنسبة Part 2 هو المنهج. ثم Part 3 أو الجزء الثالث هي مجموعة من التدريبات والأسئلة على المنهج. هنبدأ مع بعض المنهج على طول ويونت 1. وبالنسبة لبارت 1 الجزء الأول هنبقى ننزل بفيديو منفصل، فنبدأ مع بعض. يونت 1 I feel happy، بداية منهج تالتة ابتدائي من الوحدة الأولى I feel happy، أشعر أني سعيد. Theme 1 Who am I؟ من أكون. يونت 1 الوحدة الأولى I feel happy، أشعر بسعادة أو أشعر أني سعيد. Page 21 صفحة 21. كل يونت مقسم إلى مجموعة من الليسونز من الدروس. نبدأ ليسون 1 الدرس الأول listening استماع، self expression، talking about feelings هنتكلم عن المشاعر وعن الشعور. نحفظ مع بعض vocabulary الكلمات happy 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 سعيد. هقول I am happy، أنا مثلا سعيد. happy happy sad unhappy، sad يعني حزين، وunhappy غير سعيد. يبقى ممكن أقول عكس كلمة happy sad، أو ممكن أحط قبليها un. ايه un دي؟ دي prefix. يعني ايه prefix؟ هي مقطع قبل الكلمة بيديني عكسها. يبقى prefix هي البادئة. ايه هي البادئة؟ مقطع قبل الكلمة بيديني عكسها. المقطع ده طبعا بيختلف، لبعض الكلمات بتبقى un، بعض الكلمات بتبقى ir، بعض الكلمات بتبقى im. خلينا نحفظ ده عشان ما يتلخبطش. happy unhappy، happy unhappy أو sad. happy سعيد، sad حزين، أو unhappy غير سعيد. يبقى I am sad أو I am unhappy، أنا أكون حزين أو غير سعيد. hungry hungry نركز على شكل الصورة. hungry يعني جوعان. I am hungry، أنا جوعان. hungry 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 جوعان. thirsty 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 عطشان. th نطقناها فاء. thirsty لو شلنا الاس دي بقت 30 30 الرقم 30، لكن thirsty عطشان اقول I am thirsty او he is thirsty. هنعرف ازاي نكون جمل بعد ما ناخد الكلمات. يبقى thirsty عطشان. angry 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 غاضب. angry excited excited متحمس. علامة النجمة دي لو بيقول لك ان في بعض الملاحظات على نطق بعض الكلمات. excited excited تلاحظ حاجة ان احنا قلنا excited excited في صفحة 50 هتلاقوا الملاحظات دي. tired 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 يعني متعب. tired tired متعب. page 22 صفحة 22 vocabulary الكلمات، باقي الكلمات
kitchen 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 مطبخ kitchen مطبخ mommy mommy يعني أم mommy mommy living room living room living room يعني حجرة المعيشة أو حجرة الجلوس living room daddy daddy يعني أب daddy home بيت أو منزل home 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 نسمع ونحفظ verbs مجموعة من الأفعال feel يشعر feel أو I feel happy أشعر بسعادة أو أشعر أني سعيد come home يعني يأتي للمنزل يعني بيرجع للبيت talk يتكلم talk help 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 يساعد have ليها كذا معنى بمعنى يملك أو يتناول يتناول يعني يأكل أو يشرب وهاف دي عشان نخلي بالنا مش بتيجي مع كل الضمائر يعني إيه يا مستر يعني مثلا ممكن نقول I have أنا أتناول أو أنا أملك طيب we have طيب you have طيب they have يبقى I, we, you, they have طيب he has طيب she has طيب it has يعني have بتيجي مع بعض الضمائر I, we, you, they طيب has بتيجي مع ايه مع ضمائر المفرد الغائب اللي هي he او she او it I have we have you have They have, he has, she has, it has, it has. Clean, ينظف, clean. Hope, يأمل. Hope, يعني يأمل. نقسم الكلمات لمقاطع ونحفظها. Other words, كلمات أخرى. Soon, قريبا, soon. Today, 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 اليوم. Sure, sure, متأكد, sure. Something, something. شيء ما me too me too وأنا أيضا kind لو جت صفة بمعنى عطوف أو طيب وممكن تيجي اسم بمعنى نوع هنا kind عطوف أو طيب page 23 صفحة 23 language functions وظائف لغوية language functions جزء مهم جدا لما أسأل واحد وأقول له كيف تشعر How do you feel? How do you feel? How do you feel? كيف تشعر؟ حطينا أداة استفهام فعل مساعد فعل فعل أصلي قبل ما نعرف إزاي نكون سؤال نحفظ بس الأسئلة دلوقتي How do you feel? كيف تشعر؟ طب والإجابة يو بحولها الآي لما أقولك كيف تشعر أنت أقول أنا أشعر I feel I feel أقول مثلا I feel happy أو I feel sad أو I feel hungry أو I feel unhappy على حسب I feel وحط الصفة زي مثلا How do you feel كيف تشعر I feel happy I feel happy طب هو عايز يقولي وأنا كمان Me too Me too وأنا أيضا هنا me وأنا بس دي جاية كضمير مفعول too أيضا too في نهاية الجملة بيجي قبلها كومة ثم في نهاية الجملة في الستوب بمعنى أيضا Me too وأنا أيضا طب واحد بيقولي I feel hungry أنا جوعان عايز أقوله وأنا كمان أقوله Me too Me too نلاحظ علامات الترقيم Me too وأنا أيضا Let's بيجي لها المصدر Let's بنستخدمه إمتى بمعنى هيا للإقتراح عايز أقول مثلا حد يلا نروح للحديقة يبقى Let's go to the park Let's بيجي لها الفعل بدون إضافات ده اسمه infinitive يعني مصدر Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. ما ينفعش قول let's مثلا went. لا let's زاد المصدر. طب عايز قول واحد يلا نلعب كرة قدم. Let's play football. Let's play football. I can بمعنى أستطيع. بيقولها المصدر. I can help you. أنا أستطيع أن أساعدك. Clean the kitchen. في تنظيف المطبخ. نركز. هنا كان جي وراها المصدر. I can help. I can help. أنا أستطيع أن أساعدك. Help you. أساعدك أنت.
كلين في تنظيف، ذا كيتشن المطبخ، يبقى هنا كان الفعل اللي جه وراها جه بدون اضافات. اي كان هيلب يو كلين ذا كيتشن، كان هيلب. طب عايز اقول ايه؟ انا بقدر اعوم، اقول اي كان سويم، او بقدر مثلا ايه احرز اهداف، اي كان سكور جولز. يبقى كان بيجي وراها المصدر. هنا بيقول لي واحد بيقول لي اي كان هيلب يو، انا اقدر اساعدك، هقول له ايه؟ شكرا. تبقى ثانك يو او ثانكس، ثانك يو او ثانكس. يبقى واحد بيقول لي اي كان هيلب يو، اقول له شكرا. يبقى ثانك يو، يبقى للرد على عرض المساعده اقول له اشكرك، ثانك يو. بيج 24، صفحه 24، يونت 1 الوحده الاولى، اي فيل هابي. هنا بيقول لي تيب سكريبت، نص استماع، من اهم الطرق ان انا احفظ بيها وافهم اللغه الانجليزيه ان انا اروح لنص الاستماع، اقراه كذا مره، اترجمه، اعرف تكوين الجمل وانواعها، ابص على علامات الترقيم، فده مهم جدا. Look, listen and repeat. انظر، استمع وردد. Where are the characters؟ أين الشخصيات؟ فين الشخصيات اللي في الجمل دي؟ طب تعال نشوف واحد. Number one, I feel happy. هنا بيقول بشعر اليوم بسعادة. I feel happy today. أنا النهاردة فرحان. How do you feel, Hannah؟ طيب وأنتي بتشعري بإيه يا هانه؟ How do you feel, Hannah؟ قالت له I feel excited. أنا متحمسة أو أشعر بحماس. Daddy is coming home soon. أبي هيرجع للبيت قريبا. How do you feel, يوسف؟ طيب وانت يا يوسف بتشعر بإيه؟ قال لها It's hot. الجو حار، الدنيا حر قوي. I feel thirsty. I feel thirsty. أشعر بإيه؟ إن أنا عطشان. طيب قلت له Me too. وأنا كمان. Me too. وأنا كمان. And I feel hungry. And I feel hungry. وكمان أنا جعانة. وكمان أنا جعانة. Let's go to the kitchen. هيا نذهب إلى المطبخ. Let's go to the kitchen. To have something. To have لكي نتناول. Something شيء ما. To eat لنأكله. يبقى لازم نقراها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نحفظها ونفهمها. أقراها مرة كمان. I feel happy today. How do you feel, Hannah? I feel excited. Daddy is coming home soon. How do you feel, Yusuf? It's hot. I feel thirsty. Me too. And I feel hungry. Let's go to the kitchen to have something to eat. هنا بيقول لي بقى زي نشاط. How do you feel today? Work with a partner. يعني مع زميلك أو مع زميلتك. ابدأ اسألي. How do you feel today? انت ايه اخبارك النهاردة؟ كيف تشعر؟ واحد يقول لي I feel happy. I feel sad. I feel hungry. I feel thirsty. وهكذا. Page 25. صفحة 25. Listen, point and say. استمع. اشر وقل. هنا جيب لي صورة تحتها جملة. I feel happy. I feel happy. يعني اشعر بسعادة. I feel happy. I feel happy. ابص لشكل الولد. I feel happy. I feel excited. I feel excited. I feel excited. أشعر بحماسة. I feel hungry. I feel hungry. I feel hungry. أشعر إني جوعان. I feel thirsty. I feel thirsty. أشعر إني عطشان. I feel angry. I feel angry. أشعر إني غاضب. I feel sad. I feel sad. أشعر إني حزين. I feel tired. I feel tired. أشعر إني متعب. I feel tired. هنا جيب لي تدريب نفس الصور بس البنت مش الولد، وجايب لي إيه المشاعر. حل أول واحدة. I feel angry. البنت هنا غضبانة. I feel angry. I feel angry. I feel إيه angry. يعني أشعر إني غضبانة. أشعر إني غضبانة. طب تاني جملة. I feel happy. I feel happy. نبدأ نبص أنه صورة البنت فيها تشعر ان هي سعيدة. يبقى دي نمبر 2 سعيدة. طب نمبر 3. I feel tired. اشعر اني متعبة. حد تعبان او حد مش قادر. I feel tired. I feel ايه tired. ممكن tired تبقى السؤالي مش قادرة. يبقى نمبر 3.
I feel excited. I feel excited. أنا متحمسة. يبقى دي رفع أيديها متحمسة. I feel sad. I feel sad. أشعر إني حزينة. تبقى دي number five. I feel thirsty. أنا عطشانة. يبقى number six. أي صورة الكوباية بتفكر في المية. I feel hungry. يبقى number seven. بتفكر في الأكل. يبقى كل صورة بتوضح. هنا I feel angry. هنا I feel happy. هنا I feel tired. I feel excited. Number four, I feel excited. Number five, I feel sad. Number six, I feel thirsty. Number seven, I feel hungry. Page 26, صفحة 26. Unit 1, I feel happy. Sing, غني. فينا أغنية هنغنيها مع بعض. I feel thirsty, thirsty, thirsty. How do you feel? I feel angry, angry, angry. How do you feel? I feel hungry, hungry, hungry. How do you feel? I feel happy, happy, happy. And we hope you do too. And we hope you do too. يبقى دي أغنية. واحد بيقول أنا بشعر أني عطشان، وأنت قال له أنا غاضب. كيف تشعر؟ قال له طب أنا جعان. طب أنت كيف تشعر؟ أنا سعيد. أنا إيه؟ سعيد. And we hope you do too. نتمنى أن نكون كلنا إيه؟ سعداء. Page 27، صفحة 27. Look and listen. انظر واستمع. How does mommy feel؟ كيف تشعر الأم؟ هانا مامي. هانا بتقول إيه؟ مامي، أمي. How do you feel؟ كيف تشعري؟ لا I feel unhappy and tired. أنا زعلانة وتعبانة. Why؟ ليه يا ماما؟ Because I have a lot of things to do. عندي الكثير من الأشياء أفعله. And I must clean the kitchen. ويجب أن أنظف المطبخ. فأنا قالت إيه؟ I can help you. أنا أقدر أساعدك. And so can هاني. وكذلك هاني. We can clean the kitchen. إحنا ممكن ننظف المطبخ. فمامي الأم Are you sure؟ أنت متأكدة؟ Yes. It's good to help you. يعني كم من الجيد أو كم من الشيء الطيب إن إحنا نساعدك. Now I am very happy. الآن أنا سعيدة جدا. الأم قالت I am very happy. أنا سعيدة جدا. Thank you. شكرا. You are very kind children. أنتوا أطفال طيبين جدا أو عطوفين جدا. هنا جايب لي تدريب صغير. Listen again. استمع مرة تانية. And complete with the words. وأكمل بالكلمات. هنا جايب لي unhappy. غير سعيد. Can يستطيع. Kitchen. مطبخ. Living room. حجرة الجلوس أو حجرة المعيشة. وهنا بنكمل. هاني and Hannah are at home. هاني وهنا في البيت. In their living room. في حجرة المعيشة. خلاص كده دي. They are talking to mommy. بيكلموا للأم. Mommy feels هتبقى unhappy. يبقى هنا unhappy. هي ايه؟ غير سعيدة. And tired ومتعبة. تعبانة. هاني and Hannah. Hannah and هاني can help her. كان بيقدروا يساعدوها. Help her. They can clean the kitchen. ممكن ينظفوا المطبخ. Clean the kitchen. Now mommy is very happy. الآن الأم إيه؟ سعيدة جدا. Page 28، صفحة 28. تدريب للكتابة مهمة جدا جدا جدا. مهم جدا جدا. هنا هابي سعيد. ببدأ أكتب إيه؟ هابي. أول حاجة بعدي على الخطوط دي وأكملها كده مثلا. أدي هابي. H A P B Y. وبعد كده نبدأ نكتبوها لوحدنا. Happy وكذلك sad, hungry, thirsty, angry, excited, tired. نعمل التدريب ده بنفسنا ونكتبه. هيساعدنا في تحسين الخط. Page 29، صفحة 29. Activities.
مجموعة من الأنشطة والتدريبات على Lesson 1 الدرس الأول. Write the missing letters، اكمل الحروف الناقصة. هنا thirsty، يبقى هنا أشوف إيه الحرفين اللي ناقصين وأبدأ أفكر. طب R S، طيب هنا hungry هتبقى R Y hungry، tired I R، طبعا أحفظ وحل ما نقلش، بس هنا angry A N. هنا choose the right answer، اختار الإجابة الصحيحة. I not happy هتبقى I feel happy، أشعر إني سعيد. feel طبعا clean ينظف، لا have يتناول، لا. I am excited أنا متحمس، me too وأنا أيضا، me too. he wants to eat هو يريد أن يأكل، he is اللي عايز يأكل يبقى جعان يبقى hungry. let's go to the park هيا نذهب إلى حديقة يبقى let's كده. how do you feel كيف تشعر، how do you feel كيف تشعر. السؤال الثالث rearrange the following to make sentences أعد ترتيب الآتي لكي تكون جمل. she هتبقى she is excited، she is excited. طيب I feel أنا أشعر، unhappy غير سعيدة، and tired ومتعبة. I can help you نقدر نساعدك أو أنا أقدر أساعدك. I can help you. How do you feel كيف تشعر. How do you feel. They can clean the kitchen هما بيقدروا كلين ينظفوا the kitchen المطبخ. they can clean the kitchen. page 30 صفحة 30. read the text اقرأ النص and choose the correct answer واختار الإجابة الصحيحة. my mommy feels sad أمي تشعر إنها حزينة، and tired ومتعبة because she has a lot of things to do لديها الكثير من الأشياء تقوم بها in the kitchen في المطبخ. so لذلك my sister and I أختي وأنا can help her ممكن نساعدها in the kitchen في المطبخ. we can clean the kitchen too إحنا نستطيع أن ننظف المطبخ أيضا. my mommy feels أمي تشعر هتبقى إيه sad حزينة أي sad. my sister can help my mommy أمي ممكن تساعد أختي in the kitchen في المطبخ in the kitchen في المطبخ. السؤال الخامس في lesson 1 في الدرس الأول write two sentences under each picture اكتب جملتين تحت كل صورة. هنا أول صورة بنت جعانة وعايزة تاكل وجيب لي كلمة hungry جوعان وفوت طعام، هقول مثلا ايه I feel hungry دي أول جملة. تاني جملة مثلا I want to eat عايزة آكل delicious food طعام لذيذ. دي الجملة التانية. الجملة دي الصورة الأولى الجملتين. طب الصورة التانية living room حجرة المعيشة big كبير الحجم ممكن نقول I love أنا أحب my living room حجرة المعيشة. هنا love يحب بشدة أو يحب بمشاعر بتحب قوي حجرة المعيشة. it is big هي كبيرة في الحجم. دي تاني جملة. الصورة التالتة thirsty عطشان water مية I feel
thirsty. أشعر إني عطشان. I want some water. I want some water. Tired. متعب. Sleep. أنام أو ينام. أقول I feel tired. أشعر إني متعبة. I want to sleep. أريد أن أنام. هنا جيب لي بعد كده بانكتويت على ما الترقيم. I feel hungry. هنا الآي لازم تبقى كابيتال. نخلي بالنا الآي لازم تبقى إيه؟ كابيتال. في أول جملة. ودي جملة تبقى فول ستوب. عرفنا إزاي إن هي جملة بادئة بآي وده ضمير. والجملة لو بادئة باسم أو ضمير تبقى جملة. Are you sure؟ هل أنت متأكد؟ هنا الإيه كابيتال. طب ده سؤال يبقى question mark علامة استفهام. عرفنا إزاي إن هو سؤال بادئ بآر وآر في أول الجملة تبقى بمعنى هل سؤال إجابته نعم أو لا. سنتو الدرس التاني. issues قضايا. preventative health الصحة الوقائية. page 31 صفحة 31 من كتاب bit by bit. ناخد مع بعض الكلمات. bottle of milk. bottle of milk زجاجة من اللبن. هنا ملك بمعنى لبن. اللبن بنحطه في ايه؟ في ازازة مثلا. تبقى bottle of زجاجة من ملك. banana موزة. banana apple تفاحة. apple cucumbers خيار. water مياه. ممكن نقول عليها water أو water. التي دي في أمريكا ممكن تتنطق دال أو راء لكن بالبريتش water. fish سمك. orange juice عصير برتقال. carrots جزر. fruit فاكهة. vegetables خضروات. طبعا دي أمثلة healthy food and drinks اللي هي الأطعمة والمشروبات الصحية. healthy food and drinks. unhealthy food and drinks الأطعمة. unhealthy food and drinks الأطعمة والمشروبات الغير صحية. زي ايه يا ترى؟ بيتزا بننطقها ازاي؟ الدبل زد بننطقها تي اس. بيتزا شوكليت شوكولاتة. كولا اللي هي مياه غازية. الكولا. آيس كريم اللي هو الجيلاتي. آيس كريم. كيك التورتة أو الكيكة. بيج 32 صفحة 32 other words كلمات أخرى. لانش بوكس صندوق الغداء. يبقى كده زي علبة فيها الأماكن للسندوتشات. لانش بوكس. بريبير يجهز. بريبير. كت يقطع. فريش طازج. نقول مثلا الاكل طازج ليها كذا معنى لكن مع الطعام اقول عليه فريش. فيل سترونج يشعر بالقوه. فيل سترونج because لان some days بعض الايام. some days هنا جايب لي مقارنه بين الهيلثي لايف ستايل وان هيلثي لايف ستايل. الهيلثي لايف ستايل هو نمط حياه صحي المفروض اعمله عشان اعيش بصوره صحيه. وان هيلثي لايف ستايل هو نمط حياه غير صحي. تعال نشوف كده واحده. sleep for 8 hours أنام لمدة 8 ساعات. sleep هنا بمعنى ينام. for لمدة 8 hours 8 ساعات ده نمط حياة صحي. walk to school أمشي للمدرسة. لازم أمشي وقت معين في اليوم. walk to school. play tennis ألعب التنس. play football أو ألعب كرة القدم. ألعب لعبة فيها حركة. exercise أتدرب. eat fruit and vegetables آكل فاكهة وخضروات. drink water
أشرب مية. دي نمط حياة صحي أو healthy lifestyle. طيب unhealthy lifestyle، sleep for 4 hours، أنام لمدة 4 ساعات. مش صح أنام مدة قليلة أو مدة طويلة جدا، هي مدة وسط حوالي 7 أو 8 ساعات. فsleep for 4 hours دي حاجة غير صحية، unhealthy. play board games، ألعب ألعاب لوحية زي الطاولة كده أو الشطرنج، دي ما فيهاش حركة ومضرة. play video games، ألعب ألعاب فيديو، طبعا دي غلط. لا، من ممكن ألعب لعبة صحية أتحرك. watch television، برضو مشاهدة التلفاز لمدة طويلة لا. eat chocolate cake، أكل كيكة أو تورتة الشوكولاتة، طبعا دي برضو مش صحية. drink cola. يبقى هنا you should، ينبغي أن، هنا you shouldn't، لا ينبغي أن، هنا اعمل هنا ما تعملش، ده healthy ده صحي، هنا unhealthy ده غير صحي. look and read، انظر واقرأ. my name is أميرة، اسمي أميرة. look at my healthy lunch box، بص لصندوق الغداء الصحي. تعال نبص كده. I help my mom prepare my lunch box، أنا بساعد أمي في إعداد صندوق الغداء بتاعي، الأكل بتاعي. I wash the vegetables and fruit، بغسل الخضروات والفاكهة. mom cuts the carrots، بتقطع أمي الجزر. and cucumbers، والخيار. and I make the sandwich، وأنا بعمل الساندوتش. يبقى هنا بيقول لي تحت makes the sandwiches، مين اللي بتعمل السندوتشات؟ هتبقى أميرة. طب تعال نكمل. I don't like to drink cola، أنا ما بحبش أشرب الكولا. يبقى doesn't like to drink cola، ما بتحبش تشرب الكولا، برضو هتبقى أميرة. يبقى number 3 اللي بتعمل السندوتشات واللي ما بتحبش تشرب الكولا أميرة. mom makes some fresh orange juice، أمي بتعملي بعض عصير، عصير البرتقال الطازج. يبقى sometimes makes fresh orange juice، من اللي بتعمل العصير الطازة؟ يبقى mom الأم. and on some days، وفي بعض الأيام I take a bottle of milk، باخد إزازة لبن. يبقى takes a bottle of milk، تسكل بتاخد إزازة لبن للمدرسة، هتبقى أميرة. I like healthy food، بحب الطعام الصحي. because it makes me feel strong، لأنه بيجعلني أشعر إن أنا قوية. يبقى أبدأ washes the vegetables and fruit، مين اللي بتغسل الخضار والفاكهة؟ أميرة. تبقى القطع cut the carrots and cucumbers، تقطع الجزر والخيار mom. makes the sandwiches، مين اللي بتعمل السندوتشات؟ زي ما قلنا and I، أي دي عايدة على أميرة، أنا اللي هي أميرة، يبقى هنا أميرة. doesn't like to drink cola، هتبقى برضو أميرة، ما بتحبش تشرب الكولا. sometimes makes fresh orange juice، من اللي بتعمل عصير برتقال طازج، ده طبعا مام الأم. takes a bottle of milk، من اللي بتاخد معاها إزازة لبن للمدرسة، طبعا أميرة. page 33، صفحة 33، هنا بيدربني على الكتابة. بنانا موزة، بيقول لي إزاي أكتب. هبدأ أقلد الحروف هنا B A، خط واضح N A N A، بنانا وهكذا، واتدرب. أبل فيش ووتر كيوكمبرز فروت vegetables chocolate carrots وهكذا، اكتب كذا مره. page 34، صفحه 34، هنا exercise، اكتب كذا مره. sleep، نلاحظ ان في بعض الحروف بتنزل من تحت السطر من ضمن حرف البي. sleep sleep. drink water drink water. drink cola drink cola. play football play football. هم خمس حروف بينزلوا من تحت السطر من ضمنهم البي، نحفظ ان حرف بينزل من تحت السطر لو حرف ايه؟ البي. page 35
صفحة 35 وأكتيفيتيز وأنشطة وتدريبات على الدرس الثاني. Write the missing letters، اكمل الحروف الناقصة. Exercise هنا تبقى C I. Chocolate C H O C O. Vegetables يعني خضروات. Fruit فاكهة. هنا بيقول لي unscramble and write يعني اعد الترتيب واكتب. هنا apple تفاحة. apple تفاحة. هنا صورة milk لبن. milk لبن. هنا water او water او water. water مية. هنا بنانة. read and complete اقرأ واكمل. هنا يجيب لي مجموعة من الكلمات، احط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. lunch box صندوق الغداء. sleep ينام. vegetables خضروات. walk يمشي. healthy صحي. sports العاب رياضية. I prepare انا بجهز. my هتبقى ايه؟ my lunch box صندوق الغداء بتاعي. lunch box. We play احنا بنلعب هتبقى sports العاب رياضية. We not to school هتبقى we walk نحن نمشي. walk to school. I eat fruit انا باكل فاكهة and تبقى vegetables وخضروات. vegetables باكل فاكهة وخضروات. I want to be اريد ان اكون healthy صحي. I want to be healthy. I want to be healthy. I not for 8 hours I sleep انا بنام لمدة 8 ساعات. for 8 hours. page 36 صفحة 36. choose the right answer اختار الإجابة الصحيحة. we eat vegetables احنا بناكل الخضروات and وهتبقى fruit والفاكهة. I don't eat chocolate cake انا مش باكل كيكة الشوكولا. I drink انا بشرب. بشرب ايه يا ترى؟ water ميه. ما ينفعش فاكهة او سمك. they play هما بيلعبوا. اللعبة اللي موجودة من التلاتة تنس. I watch انا بشاهد هتبقى تلفزيون التلفاز. I like healthy food بحب الطعام الصحي. because لانه it makes me feel بيخليني اشعر strong قوي. يبقى strong يعني ايه؟ قوي. هنا جايب لي بعد كده write two sentences under each picture اكتب جملتين تحت كل صورة. هنا صورة ولد بيغسل الخضروات. هقول I انا wash vegetables انا بغسل ايه؟ الخضروات. I want to be healthy اريد ان اكون بصحة جيدة. sleep ينام 8 hours 8 ساعات. هقول I sleep انا بنام. I sleep انا بنام for 8 hours لمدة كام ساعة؟ 8 ساعات. it's healthy ده صحي. it's healthy. السؤال الأخير في الدرس الثاني unit 1 banquet with the following أعد ترقيم الآتي. I wash the vegetables and the fruit. طبعا احنا نكتب الجملة كلها في الامتحان. هنا الـ I capital فلازم الـ I تبقى capital في أي مكان في الجملة. طب دي جملة عرفنا ازاي بدء بضمير. جملة لو بدء بضمير او اسم تبقى جملة عادية تبقى فول ستوب. زي اكسرسايز افري داي هما بيتدربوا كل يوم. هنا التي لازم تبقى كابيتال في بداية الجملة ودي جملة بدء بضمير يبقى فول ستوب. فول ستوب. I don't like to drink cola. أنا ما بحبش أشرب الكولا. هنا الـ I capital خلاص موجودة. هنا don't كان أصلها do not.
فدي اختصار، فلازم احط الابوستروفي واو كده ما بين الان والتي. طب دي جمله بادئه بضمير يبقى فول ستوب. يبقى I wash the vegetables and fruit. ال I capital full stop. They exercise every day. T capital full stop. هنا جايب لي ال I capital فخلاص. Don't. فهنا في apostrophe. I don't like to drink cola. في نهاية الجملة full stop. Lesson 3. الدرس الثالث من الوحدة الأولى. Phonics and writing. الصوتيات والكتابة. Page 37. صفحة 37. Learn sounds. تعلم الأصوات. With busy bee. مع النحلة المشغولة. في فرق كبير بين الحرف ونطق الحرف. الحرف ونطق الحرف. هنا بيقول لي مثلا double E يعني اتنين E أو EA أو الحرفين EA. بننطقهم ازاي؟ بننطقهم E E. يبقى ده الحرفين او الحرفين دول نطقهم ده E E. يبقى لازم نفرق ما بين الحرف ونطق الحرف. الحرف مختلف عن نطق الحرف. طب تعال نشوف كده. فيل هابي. هنا الدبل E اللي هي E E اتنطقت E E. فيل هابي يشعر بسعادة. بي بي نحلة. سليب سليب ينام. ميت ميت يقابل. جرين جرين أخضر. يبقى دي مجموعة من الكلمات اسمها دبل إي ووردز، كلمات بها اتنين إي. طب تعال نشوف إي إي ووردز، كلمات بها إي إي. ليف ورقة شجر. كلين ينظف. ايت ياكل. ميت لحمه. تيم فريق. يبقى اختلاف الحرفين سواء اي اي اللي هي الدبل اي اتنين اي او الاي اي نطقهم واحد اللي هو اي اللي هو ايه اي. لازم نعرف الفرق ما بين الحروف ونطق الحروف. اوبوزيتس اللي هي مضادات الكلمات، يعني الكلمة عكسها. small 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 يعني صغير الحجم. small big 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 كبير الحجم. small small big. tall tall طويل أو علي استول علي طويل. short 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 قصير أو أحمد is short أحمد قصير. يبقى tall عكسها short. tall عكسها short. طول طويل وشورت قصير. small عكسها big. happy 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 سعيد. happy. unhappy غير سعيد. هنا un قلنا قبل كده ده مقطع في اول الكلمه بيديني عكسها اسمها prefix. happy unhappy سعيد غير سعيد او حزين. healthy صحي. unhealthy غير صحي. يبقى un برضو دي مقطع اعطاني عكس صحي. healthy unhealthy. page 38 صفحة 38. learn to write with busy bee. تعلم ان تكتب مع البيزي بي. هنا بيقول لي read and trace. اقرأ وتتبع. عايز اتعلم الكتابة هبدأ اكتب I feel happy. هعدي كده عن نقط ووضح خطي. انا بشعر بسعادة. I play with my team. بلعب مع فريق. وركز على الحرف. The bee is on the green leaf. يعني النحلة على الورقة الخضراء. برضو اكتب وتتبع. دارين meets her friend شيرين. تقابل دارين صديقتها شيرين. وابدأ امشي كده على حرف حرف كده واتتبع واكد عليه وبعد كده اكتبه مرة واثنين وثلاثة. complete the table with the opposites then say. يعني اكمل الجدول بالمتضادات ثم قل. هنا جيب لي unhappy short small healthy. هنا جيب لي big big يعني كبير الحجم.
طب عكسها ايه؟ سمول، هنكتب هنا سمول. طول طويل، طب عكسها ايه؟ شورت قصير. هابي عكسها ايه؟ ان هابي. سعيد يبقى غير سعيد. هنا ان هيلثي يبقى عكسها هيلثي، صحي غير صحي. يبقى بيقول لي يو كان يوز ان، ممكن نستخدم ان اللي هي بريفكس مقطع في بدايه الكلمه، اون سام ووردز في بعض الكلمات، تو مين نوت معناها نوت بمعنى لا، يعني ان هابي يعني غير سعيد بتساوي نوت هابي، ان هيلثي غير صحي بتساوي نوت هيلثي. بيج 39 صفحه 39 هوم وورك واجب منزلي. فيل هابي، ابدا هنا اتتبع واكتب على الحروف بعد كده اكتبها لوحدي. فيل هابي يعني اشعر بسعاده، ابدا اكتبها واوضح خطي، واوضح خطي كده مثلا، ادي فيل اف اي اي ال، فيل هابي اتش A B B Y. وكذلك أبدأ أكتب B نحلة أكتبها، sleep ينام، green أخضر، meet يقابل، وأقلد الحرف عشان أقدر أكتبه صح. leaf ورقة شجر، clean ينظف أو نظيف، eat يأكل، meet لحم، team فريق. وهننزل إن شاء الله كورس كده بسيط كيفية كتابة الحروف. بيج 40 صفحة 40 activities أنشطة وتدريبات على الدرس التالت. match and say وصل وقل، هنا A كلمات و B صور، نوصل العمود A بالعمود B. هنا eat يأكل، فين يأكل؟ أهو، يبقى وصل أول كلمة eat بالصورة دي، تيم فريق، فين فريق؟ هتبقى رقم سي، اهي اوصل. ليف ورقة خضراء، اهي. سليب ينام، فين ينام؟ اهي. ميت يقابل، يبقى بوصل، موضوع سهل وبسيط. ماتش اند رايت يعني وصل واكتب، بشوف الصورة واشوف الحروف اللي تناسبها. هنا دي ايه؟ نحلة، يبقى بي، يبقى انا الدبل اي. هنا سليب ينام، برضو الدبل اي. ليف ورقة شجر، الاي اي. ميت لحمه، الاي اي. هنا اخضر جرين، الدبل اي. هنا بنت بتنظف، يعني ايه بتنظف؟ كلين، كلين ينظف، يبقى هنكتب كلين ونوصل بي اي بي اي، يبقى بنكتب الكلمه ونوصل الحرفين اللي في الكلمه. بيج 41 صفحه 41 هنا رتب الحروف واكتب، دي ميت لحمه، وجايب لي صورة الكلمة عشان أعرف أكتبها بسهولة. هنا سليب ينام، هنا ليف ورقة خضراء، هنا كلين ينظف، كلين ينظف. هنا جايب لي read and complete، اقرأ واكمل. leaf ورقة خضراء، t
تيم فريق. unhappy غير سعيد. meets يقابل. ساندويتش ساندويتش ساندويتش. هنا بيقولي I play with my, أنا بلعب مع إيه؟ my team. مع فريق. happy يعني سعيد. is the opposite of عكس happy unhappy. happy سعيد عكسها unhappy غير سعيد. I can make you a sandwich. ممكن أعمل لك sandwich. the bee النحلة is on the green leaf على الورقة الخضراء. she not her friend هتبقى she meets هي تقابل. her friend صديقتها هي تقابل ايه؟ صديقتها. جايب لي بعد كده write two sentences under each picture. اكتب جملتين تحت كل صورة. هنا جايب لي happy سعيد team فريق. happy سعيد team فريق. هقول مثلا I am happy أنا سعيد. I play with my team. أنا بلعب مثلا إيه؟ مع فريق. I play. with my team. هنا بي نحلة وليف ورقة ورقة خضراء أو ورقة شجر أخضر. هقول إيه؟ the bee النحلة is on the green leaf على الورقة الخضراء. الجملة الثانية it is busy. هي busy. busy يعني مشغولة. وبكده يبقى خلصنا تدريبات الدرس الأول. وكده يبقى خلصنا تدريبات الدرس التالت. ونكمل مع بعض الدرس الرابع. page 42 صفحة 42 lesson 4 الدرس الرابع. math رياضيات measurements القياسات. هنتكلم عن القياس. vocabulary كلمات. تعال نشوف كده بيقولي السنتيمتر ده بيساوي سي ام. يبقى سي ام اختصار للسنتيمتر. وهنا بيوضح لي ان دي واحد سنتيمتر سنتيمتر. هنا المليمتر دي اختصار الام ام. وده المليمتر المليمتر. يبقى السنتيمتر اكبر من المليمتر. هاند هاند يد هاند يد. فينجر فينجر. في اصبع اليد اسمه فينجر. طب لو انا قصدي اصبع الابهام الابهام ده اسمه ثم. هنا البي لا تنطق والتي اتش تنطق فاء ف. يبقى تاني فينجر اصبع يد. طيب ثم اصبع الابهام اصبع الابهام. ميجر 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 يقيس ميجر يقيس ميجر. بيج 43 صفحة 43 study the following ادرس الآتي. هنا بيقولي مليمتر and سنتيمتر. هنعرف الفرق بينهم. هنا بيقولي يمثل المليمتر المسافة بين كل شرطتين. المليمتر المسافة بين كل شرطتين على المسطرة. طب والسنتيمتر المسافة بين كل شرطتين طويلتين. يبقى واحدة واحدة كده المليمتر المسافة ما بين شرطتين قصيرتين على المسطرة. والمليمتر ده 10 مليمتر بيساوي 1 سنتيمتر. يبقى السنتيمتر في كام مليمتر؟ 10. يبقى المليمتر اللي هو الشرطة أو المسافة بين الشرطتين القصيرتين. طيب السنتيمتر المسافة ب
بين الشرطتين الطويلتين، يبقى لو المسافة بين شرطة وشرطة قصيرة تبقى مليمتر، طيب شرطة وشرطة طويلة تبقى سنتيمتر، يبقى السنتيمتر بيساوي 10 مليمتر، 1 سنتيمتر equals بيساوي 10 مليمتر، يبقى السنتيمتر بيساوي كام؟ 10 مليمتر. طيب لو 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر بيساوي ايه؟ 30 مليمتر، 30 مليمتر. طيب 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر بتساوي 50 مليمتر، 50 مليمتر. لازم نخلي بالنا من الاختصارات، يبقى نلاحظ ان السنتيمتر لو 5 وعايز اجيب المليمتر بضرب في 10، بضرب في 10 عشان السنتيمتر بيساوي 10 مليمتر، السنتيمتر سي ام والمليمتر ام ام. listen read and complete، استمع اقرأ وأكمل. هنا ملي متر سنتيمتر، there are 10 مليمترز، في 10 مليمترز in a سنتيمتر، في السنتيمتر. I am 127.4 سنتيمتر tall. I am 127 سنتيمترز and 4 مليمترز. يبقى الأرقام بيحولها إيه؟ بيكتب الاختصارات سنتيمتر، هنا كتبها سنتيمتر، 4 مليمتر. يبقى 127 سنتيمتر و4 مليمتر، و4 مليمتر. بيج 44، صفحة 44. Look, read and measure، يعني انظر اقرا وقيس. هنا جيب لي ايد، فلو كل واحد حط ايده هيلاقي ثم اصبع الابهام هنا 4.2 سنتيمتر، يبقى ده طول اصبع الابهام، فينجر اصبع اليد 5.4 سنتيمتر. فهنا بيشرح لي بقى بيقول ايه، this is my hand، دي ايدي، my finger اصبع اليد is 5.4 سنتيمتر and my thumb واصبع الابهام is 4.2 سنتيمترز. بعد ما احنا قسناها تحط ايدك زي الايد اللي فوق وتقسها وتقول this is my hand، دي ايدي، my finger is، وتكتب طول اصبع يدك سنتيمترز and my thumb واصبع الابهام برضو تكتبها، تقسها بالمسطرة وتكتبها. page 45، صفحة 45. Activities، أنشطة وتدريبات على lesson 4، على الدرس الرابع. choose، اختار. I am 125 نقط طول، أنا طولي كام، بالمليمتر ولا بالسنتيمتر؟ طبعا بالسنتيمتر، يبقى 125 سنتيمترز طول، 125 سنتيمترز طول، 125 سنتيمتر. how نقط is Laura، she is 130.1 سنتيمتر، يبقى how tall، كم طول لارا، she is 130.1 سنتيمتر. my thumb اصبع الابهام is 4.2 هتبقى سنتيمتر. there are 10 مليمتر، في 10 مليمتر in a سنتيمتر، 10 ملي في السنتي. زكات is نقط طول 25 سنتيمتر طول، طولها 25 سنتي. هنا بيقول لي read and put a true or false، اقرا وضع صح او غلط. هنا بيقول لي I can measure، انا بقدر اقيس، وجيب لي شريط قياس، يبقى true. Adam is 125.3 سنتيمتر طول، هنا الطول 125 هنا 132، يبقى مختلف، يبقى false. This is my finger، ده إصبع اليد، طبعا true. It is a thumb، ده إصبع الإبهام، true. هنا بيقول لي complete the table، أكمل الجدول. سنتيمترز مليمترز،
واحد سنتي يبقى 10، يبقى في تبقى هنا 30 نضرب في 10 يبقى 35 تبقى 50 6.5 هنضرب في 10 يبقى 65 7 هنضرب في 10 تبقى 70 9 تبقى 90 10 تبقى 100 تبقى 100. يبقى عشان احول السنتيمتر لمليمتر بضرب في 10. بيج 46 صفحة 46 هنا جايب لي مجموعة من الأقلام الرصاص بيقول لي قيسها واكتب قياسها كام. طب تعال نشوف كده، هنجيب مع بعض مسطرة ونقيسه. يبقى أول شكل هنا لو قسنا هتبقى 7 سنتيمتر حوالي، هنا 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر. طيب القلم التالت هتبقى 3.5 3.5 سنتيمتر. طب نمبر 4 القلم رقم 4 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر. طيب اللي بعده تبقى 8 سنتيمتر 8 سنتيمتر. طيب اخر شكل هتبقى القلم رقم 6 او الصورة رقم 6 هتبقى 10.5 يعني 10 سنتي و5 مليمتر. يبقى بقيس وبكتب، بقيس وايه وبكتب. طيب الخط او السؤال التاني draw a line below that measures يعني ارسم خط تحت قياس يمثله، يعني ايه؟ هنا جيب لي 5.6 سنتيمتر، فهبدا اشوف 5 اهي من الاول هنا وارسم لغايه 5.6 يبقى هنا بالظبط وارسم. ادي من اول صفر لغايه 5.6 حوالي هنا. طيب دي 11.5 نرسموها من هنا عشان تكفي. نبدأ من هنا مثلا ونرسم لغاية 11.5 11.5. طيب 3.8 3.8 سنتيمتر، هنا 3 وهنا 8 7.3 ادي 7.3 حوالي هنا وهكذا. يبقى هنا بيعلمني القياس والفرق ما بين السنتيمتر والمليمتر. السنتيمتر هنا ما بين 1 و2 ده سنتيمتر، والسنتيمتر فيها 10 مليمتر. الشرطتين الكبار هتبقى سنتيمتر، طب القصيرين تبقى المليمتر. بيج 51 صفحة 51 write the missing letters اكتب الحروف الناقصة. هنا صورة بيتزا، بيتزا يبقى بي اي زد زد بيتزا. هنا vegetables اي تي، لازم اكون حافظ الكلمات كويس. هنا excited متحمس excited. هنا هابي سعيد يبقى بي بي. ده بالنسبة للسؤال الأول. بكمل الحروف الناقص. السؤال الثاني قطع عليها أسئلة. read the text يعني اقرأ النص and choose the correct answer واختار الإجابة الصحيحة. أحمد and هودة are at home هما في البيت. in the kitchen فأنه مكان يا ترى؟ في المطبخ. هودة feels thirsty تشعر هودة إن هي عطشانة. and hungry وجوعانة. أحمد is kind أحمد طيب أحمد عطوف. he makes هدى a sandwich بيدي هدى sandwich and he gives her some juice وبيديها بعض العصير. هدى is هدى بتكون sad حزينة ولا thirsty عطشانة ولا angry غاضبة؟ طبعا هي عطشانة نمبر بي تبقى للقطع. أحمد makes a note for هدى هي جعانة وعطشانة فعمل لها ايه يا ترى؟ عمل لها ساندويتش. يبقى احمد ميكس ا ساندويتش. اي
هي عايدة على أحمد. هي ميكس هدى أ ساندوتش، هو عمل هدى ساندوتش. السؤال الثالث، choose the right answer، اختار الإجابة الصحيحة. she can not her mom، هنا كان help ولا helps ولا helped؟ القاعدة بتقولي إن كان يستطيع من الأفعال الناقصة، لازم يجي وراها الفعل في المصدر. يعني إيه الفعل في المصدر؟ بدون أي إضافات في الإنفينيتيف، يعني من غير إس ومن غير إي دي، بدون إضافات. يبقى she can help her mom. نقط، do you feel؟ I feel sad. عايز أقول كيف تشعر؟ أنا حزين. يبقى كيف تشعر؟ تبقى how do you feel. how do you feel؟ كيف تشعر؟ هنا الولد مثلا بيسأل زميله، الاي بيسأل بي مثلا. how do you feel؟ كيف تشعر؟ I feel sad، أشعر إني حزين. let's نقط يوس، let's بمعنى هي، أسلوب من أساليب الاقتراح، بيأتي وراها الفعل في المصدر بدون إضافات. يبقى let's drink. drinking دي فيها ing لأ، وهنا drinks فيها اس لأ. يبقى let's drink juice. let's drink juice، هيا نشرب العصير. he likes vegetables، هو بيحب الخضروات. he eats not food، هو الخضار طعام ايه؟ هتبقى healthy، صحي. unhealthy غير صحي، ما ينفعش. bad سيء، ما ينفعش. يبقى healthy food، طعام صحي. I need water، انا بحب المية. طبعا water او water او water مش اي مشكلة، اختلاف النطق في اللهجات عادي، لكن اصلها water. I need water، انا احتاج المية. طب اللي عايز يشرب يبقى ايه؟ I feel thirsty، عطشان. hungry جوعان، لا. excited متحمس، لا. يبقى هو عطشان. بيج 52، صفحة 52، رتب الحروف واكتب الكلمة. هنا أول صورة، صورة ايه؟ جزرة. يبقى كاروت، جزرة. هنا اللون ايه؟ لون جرين، جرين يعني أخضر، يبقى جرين، جرين يعني أخضر. هنا فاكهة، تبقى فروت، فروت يعني فاكهة. هنا ليف يعني ورقة خضراء، ليف. السؤال الخامس، read and complete، اقرأ وأكمل. kitchen يعني مطبخ، lunch box صندوق غداء، healthy صحي. my name is وفاء، اسم وفاء. I like، هتبقى healthy food، أنا بحب الطعام الصحي. I help my mom، أنا بساعد أمي. prepare، تجهز. my lunch box، صندوق الغداء بتاعي. I wash the vegetables، بغسل الخضروات. and the fruit، والفاكهة. I clean the kitchen، أنا بنظف المطبخ. السؤال السادس، rearrange the following to make sentences، أعد ترتيب الآتي عشان تكون جمل. هنا he، هو ده الفعل، هو جاي ضمير. he sleeps، ده الفعل، هو ينام. for 8 hours، لمدة 8 ساعات. يبقى he sleeps for 8 hours، بينام لمدة كام ساعة؟ 8. I، أنا، ده الفعل، جاي ضمير. طب الفعل feel، والصفة tired، أنا بشعر إن أنا متعب. I feel tired، I feel tired. I، أنا، فين الفعل؟ هتبقى eat، أنا باكل. أم أقول vegetables and fruits، خضروات وفاكهة، أو فاكهة وخضروات عادي. I eat vegetables، أنا باكل خضروات. and fruit، وفاكهة. السؤال السابع، جايب لي صورة وعايز تحتيها جملتين. write two sentences، اكتب جملتين under each picture. هنا thirsty، عطشان، water، مية. هقول I، أنا، feel thirsty، I need some water، أنا عطشان، أنا بحتاج إيه؟ some water، بعض المية. هنا بيقول لي بي نحلة وأليف ورقة شجر أو ورقة خضراء. هقول the bee is busy، هي مشغولة.
is on a leaf. هي على ورقة شجر لونها أخضر. السؤال الثامن والأخير. Banquet with the following. أعد ترقيم الآتي. She feels excited. هي متحمسة. هنا لازم أكبر الحرف الأول. يبقى she. طيب دي جملة عادية. She feels excited. يبقى حط فول ستوب. طب عرفنا ازاي ان هي جملة عادية؟ بدأ بضمير. ضمير او اسم تبقى جملة عادية. هشام is kind. هنا الاتش لازم تبقى كابيتال. اسماء اشخاص وبداية الجملة لازم تبقى كابيتال. هشام is kind. طيب طب دي جملة ايه؟ جملة خبرية. هل دي سؤال؟ لا. طب ليه جملة خبرية بادئة باسم؟ اسم او ضمير تبقى جملة عادية. يبقى في النهاية فول ستوب. وبكده يبقى خلصنا امتحان الوحدة الأولى. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات، وهتلاقوا في صفحة القناة حاجات مهمة جدا، فما تنسوش المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.